بالتأكيد إحنا عندنا خلل بالتشريعات. عندنا. التشريعات القديمة بها غير توازن الجندري، يعني أغلب خاصة بقوانيننا، قانون عقوبات العراقية، قانون أحوال الشخصية، بها يعني بعض الفقرات كموجودة بها فوارق جندرية. على مستوى التشريعات. على مستوى التشريعات. في هذه في الدورات اللي سبقتكم لو قد سابقا. حتى في دورات كإحنا موجودين. أي. وهم بعض القوانين مثلا قانون أحوال الشخصية من سنة 59، قانون أحوال قانون العقوبات من سنة 69، يعني هذا القوانين قديمة. ومع العلم هذا القوانين كلهم محتاج له قانون جديد له تعديلات. بعض احنا باقليم كردستان سوينا تعديلات بقانون احوال الشخصيه وحتى قانون العقوبات العراقيه، وهم شرعنا مجموعه من القوانين مثل قانون مناهضه العنف الاسري. زين، احنا اذا كان نحكي حقيقه داخل مجتمعنا عنف موجوده لولا موجوده اكيد. زين. داخل اسره العراقيه عنف موجودة، لأنه رجل ربى بهذه الطريقة وعنف، هم ضد الطفل وهم ضد المرأة داخل العائلة، وهم راح حتى امرأة. راح أخذ محور كامل إيه لا يعني بصورة عامة، يعني إحنا نحتاج تشريعات اليوم. أكيد عدنا أكيد محتاجين إلى تشريعات، وخاصة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري. لا يعني واجب علينا كإحنا نشرع هذا. يعني شنو فايدة عندنا تشريعات بس ما حد يلتزم بها؟ لا شوف، لأنه عندنا تجربة إحنا بإقليم كردستان، هم نفس المجتمع ما مغير أي شيء. بالبداية شرعنا هذا القانون قلنا يمكن تطبيقه، بس شوية شوية ناس تعود على هذا. شنو معنى العنف؟ يعني يمكن بعض الرجال ما عندهم يعني حتى يقولون حقنا إحنا نضرب أطفالنا وزوجتنا داخل البيت.